السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد، ونواصل مواضعنا عبر قناة يوتيوب جعفر تغزالي في موضوع يتعلق بقانون المسطرة الجنائية وخاصة التحقيق الإعدادي والمحاكمات. وسنرى في حصتنا هذه موضوع يتعلق ب الشكليات والآثار ديال استئناف النيابة العامة. من بعد ما شفنا استئناف النيابة العامة من بين الأطراف الثلاثة، هما النيابة العامة والمتهم هو المطالب بالحق المدني في إصدار أوامر قاضي التحقيق واستئنافها. و قلنا الحصة تحت عنوان الشكليات والآثار لاستئناف النيابة العامة، وهذا كي يستنتج من الفصلين 204 و205 من قانون المسطرة الجنائية، ومن ظهير الإجراءات الانتقالية لسنة 1974، والتي من خلالها يمكن القول بأن وكيل الملك حاليا أو وكيل الدولة اللي كان سابقا لم تعود له الصلاحية في الإشراف على عملية التحقيق الإعدادي أو مراقبتي، اللتين انتقلتا إلى الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة سابقا عملا بالمقتضيات المنصوص عليها في ظهير الإجراءات الانتقالية. وعليه فإن إشكالية استئناف النيابة العامة وأثر هذا الاستئناف يجب بحثها في ضوء المعطيات الآنفة. وعليه يمكن القول أن الوكيل العام للملك باعتباره الممثل للنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف هو الذي يعود له وحده أو لمن يمثله، وليس وكيل الملك أو من يمثله. هذا رفع الاستئنافات ضد القرارات والأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق، ويكون ذلك وفق الشكلية المنصوص عليها في الفصل 204 من قانون المسطرة الجنائية، أي في شكل تصريح يدل به في كتاب أو كتابة الضبط لدى الغرفة الجنحية التي حلت محل غرفة الاتهام. فبالنسبة لأجل رفع الاستئناف، وإن كان الفصل 205 من قانون المسطرة الجنائية قد حدده في 10 أيام بالنسبة للوكيل العام للملك حاليا، فابتداء من يوم صدور قرار قاضي التحقيق فإن الواجب الاعتداد به من حيث المدة هو الأجل الوارد في الفصل 204 من قانون المسطرة الجنائية، الذي يتحتم معه على الوكيل الملك الوكيل العام للملك تقديم الاستئناف في اليوم الموالي ليوم صدور القرار عن قاضي التحقيق. وذلك لأن ظهير الإجراءات الانتقالية سنة 1974 قد حل الوكيل العام للملك أي رئيس النيابة العامة سابقا بالنسبة لهذه النقطة، أي مراقبة التحقيق الإعدادي عن طريق استئناف ما تم أخذ عنه من قرارات محل وكيل الدولة سابقا وكيل الملك حاليا. فبالنسبة لأثر الاستئناف يمكن القول بأن ممارسته أمام الغرفة الجنحية في قرار من قرارات قاضي التحقيق المنبنية أو المنهية من قرار قاضي التحقيق المنهية للتحقيق كيصبح معه أي قرار غير قابل للتنفيذ خلال الأجل المخول للطعن بالاستئناف وطيلة الوقت الذي يستغرقه النظر فيه من قبل هذه الغرفة. أما إذا كان هذا القرار المطعون فيه لا يتضمن أمرا بانتهاء البحث التحقيق، فالقاضي التحقيق مو فق... فلقاضي التحقيق له أو لقاضي فلقاضي التحقيق مواصلة البحث، إلا إذا صدر عن الغرفة الجنحية مقرر يقضي خلاف ذلك. وهذا اللي كيتبين في المادة أو في الفقرة 209 من قانون المسطرة الجنائية. إذا إلى هذا الحد كنكون وصلنا لنهاية العرض، على أمل لقائكم في فرصة قادمة عبر قناة يوتيوب جعفر التخزري. بالله التوفيق والنجاح، دمتم في رعاية الله وحفظه.